بخصوص يعني الموضوع ديال السي المعتصم الذي جاء في السؤال ديالك. السي معتصم اولا هو مواطن مغربي، وهو رجل اشتغل في دواليب رئاسة الحكومة لمدة 10 سنوات. انا هذا اعرفه بحكم يعني اشتغالي في 10 سنوات يعني كمسؤول حزبي، اعرف بانه يشتغل في رئاسة الحكومة مدة 10 سنوات، دبر مجموعة من الملفات ودبرها ب يعني باستحقاق وبجدارة وبمهنية. وهذه الملفات راه ماشي مع خرجة الحكومة السابقة توقفت، هذه ملفات مستمرة. فلذلك هو الآن يقوم، كان الهدف هو أنه يستمر في معالجة وفي تدبير هذه الملفات. ونبغي نأكد بأنه السي معتصم هو كفاءة وطنية كبيرة جدا، وماشي فقط خصو يكون غير مكلف بمهمة أو مستشار، هو يستحق منصبا أكبر من ذلك.